مساكم الله بالخير والعافية، نلتقيكم اليوم بحلقة جديدة، وأكيد الشغل القديم جديد احنا قبل فترة سويناه وهسه هم راح نرجع نسويه. انطلب من عندي البرياني، البرياني مالتنا اللي هو بالبوتيتو وبالجزر وبالبصل وبكل هالمواضيع أكيد، والكشمش وياه المخرجنا يحبه. خلينا نشوف مقادير البرياني ونرجع نسويه سوا. عندي رز 1 كيلوغرام راح يكون، دجاج مسلوق راح يكون 2 او 1 براحتكم، بهارات برياني ملعقه طعام بازاليا وجزر مسلوق، وعندنا بطاطا مكعبات مقليه، وعندي كشمش وفلفل اسود والملح. ناس شوفون الجزر عندنا، وعندنا البوتيتا المقليه المكعبات، وهنا عندنا البازاليا والشعريه كذلك، وهنا عندي جوز ويا السلطة طبعا، خلي أول شيء نبدي نطبخ التمن. خلي اول شيء خلي البصل انقطعه، والبهارات هم نخليها وياه من الحمص، هاي البصل نجهز البصل هنا ونخليه رأسا وين الجزر، رشة فلفل أسود. قلت لكم أغلب الأكل اللي نسويه هو بفلفل أسود، ونخلي بهارات البرياني. دائما خلوا ببالكم كثرة البهارات، مو بس يعني مو موضوع طعم مطعم، كثرة البهارات تسوي عندي مرورة، فدير بالكم من كثرتها، يعني سووا مرورة بالأكل وبالتمن، فننتبه على هذا الموضوع. نجيب كاسة نخلي بيها هنا، شوي تركي ينحمس. شباب بعد اذنكم ناخذ اتصالات، ارقامنا اكيد راح تظهر بعد قليل اسفل الشاشه، الارقام موجوده عندي 0770 380 87 64 و0770 8 11 مكعب 3. نخلي البصل ينحمس حمسة حلوة، نجي نضيف التمن. التمن هنا بعد عفوا هنا لأن غاسلي فيصير بهالشكل هذا، بسبب انه المواد النشوية تبدي يضربها الهواء وتنشف، لأن بالغسل تبدي تطلع عندنا. نخليه ونحضر المي مالتنا، الو السلام عليكم. اهلا وسهلا محمود من بغداد. اهلا وسهلا يا محمود، شلونك؟ شلون اخبارك؟ الحمد لله والله، بخير. اشيدك على هالطبق وعلى النظافه وعلى التركيب. الله يخليك ابويا، انت تسلمين. بس محمود،
حبيت اسال بس قص اللحم افضل لحم هوش ولا لحم غنم؟ وين؟ بشنو تستخدمين؟ بالقص. الشاورما اكيد هو لحم العجل، لحم العجل. لحم العجل؟ ايه. يعني هو الهوش، هو الهوش، هو الهوش نفسه لحم العجل. افضل يكون عندك الشاورما. تحياتي لك يا اختي العزيزه. اكيد ليش؟ لان لحم الغنم ما يتحمل الوقت اللي نسوي به الشاورما، فدائما لحم العجل نستخدمه ونخمره دائما. شباب ناخذ مقادير تخميره الشاورما بعد اذنكم وبهارات الشاورما. لحم دائما نستخدم عصير الحامض الطبيعي، ونستخدم وياه الراشي، وعندنا هالمواضيع نستخدمهم البهارات. هاي كلها مواضيع الشاورما نخليها وياه ونتركها شيء 3 ساعات 4 ساعات مثلا، او ممكن بنفس الوقت نسويه. اوكي، هاي البهارات يا ام محمود كتوابل شاورما، هاي أنا دا أنطي تفصيل إلها، بس ممكن جنابش تشتريها جاهزة وتخلصيها من الموضوع أنه تخلطيها أنت. هاي التوابل كلها أنا أسويها، وتخلين على كل كيلو شيء قليل، ما أريد نفقد طعم وقيمة اللحم اللي موجودة عندنا. وممكن تأخذيها جاهزة من أي عطار أو تأخذيها من أي منتج آخر، بس نأخذ المقادير مع الشاورما هم على مود تشوفي. أنا عموما أستخدم حبل الظهر دائما. اوكي، هاي سوينا هسه التمه، لان هو يتاخر عندنا دائما اذا وقع زيت على الطباخ راسا مساحه، قلت لكم انه يتشلب. الطاوه هم دائما. هاي الشاورما يا ام محمود حبل ظهر انا استخدم، ما لقيت حبل ظهر عراقي، ممكن المستورد البرازيلي كلش طيب راح يكون اعتيادي ما بيه زفر. اللي راح تكون عندي واللبن والراشي وعصير الليمون توابل الشاورما والملح. شو تسوين؟ اول شيء تقلين اللي بالزيت، وراها راح يبدي عندك اللي يذب الطعم مالتها. ورا ما تقلين اللي شو تسوين يا عيني؟ تخلين اللحم اللي انت خلته بين الراشي واللبن وعصير الحامض وكل هالمواد، وتجين تخلي وياهم بعدين طبخيه سوا. ام عبد الله من الموصل، شلونك يا ام عبد الله؟ شلونك ابويا، شو اخبارك؟ يا با الله يحفظك، انا من انشد المعجبين بيك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الي الشرف يا ام عبد الله. تحياتنا لكل اهلنا بالموصل اكيد. الله يبارك فيك ويعطيك الصحه والعافيه. شكرا لك ابويا انت، شكرا لك. عيني انت، عيني انت، على راسي. شرفتيني باتصالك، وشكرا لاتصالك يا ام عبد الله، ودائما كلش نحب هالكلام الطيب منكم. تحياتي لك. نشوف أسير. ألو. أهلا يا أسير، شلونك؟ السلام عليكم. شلون صحتك؟ شو أخبارك؟ الله يخليك أبويا. زين، أنا بالمعايشة كان. على راسي، على راسي يا أسير، شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله زين. الله يرضى عليك أبويا أنت. أنا دزيتكم الهدايا. أي والله حقك، أي والله وصلت، وآسف لأن أنا ما ذكرتها، وأشكرك هسه على المباشر. جدا جزيل الشكر لك أبويا أنت. ودزيت نم البنات. ايه ام راموس. اي طبعا، شكرا لك، شكرا لك يا عيني. والله انا حبيت اسلم. والله دائما يا اسير كلش نحب اطلالتك ويانا بالبرنامج. شكرا على الهدايا اللي تقدميها. اذا ما عجبتكم قولوا. لا لا، امانه، لا امانه، امانه، هي مجرد من تفكيرك بينا وجبتش الهديه انه هو هذا شرف انه يعجبنا يا اختي العزيزه. أنت بعد ماكو منا على أي شيء رجل. إن شاء الله نتشرف يا أختي العزيزة، نتشرف. شكرا لك، شكرا لك يا أسير، وشكرا لاتصالك. شباب نأخذ المقادير مرة لأخ بعد إذنكم.
عندنا دائما قلت لكم الشعريه نظل نقلب بيها. على مود لا تصير عندي لونين. اول شيء دائما اذا حبيته يعني اذا انتم باقين يم الطباخ تشتغلون خلوا النار ما تتمن عاليه بالبدايه، اول ما يبدي يفور يعني شوي يبدي المي تشوفه بدا يقل نصوا النار واتركوه يستوي على راحته. بالشكل هذا نقلبها ولا تعوفوها ابد. ليش؟ عمود لا تكون عندي لونين. دائما اقول لكم انا على موضوعها شوفوا التمن بعد عد يعني مي اكو بكميه هوايه. هنا دائما من نشتغل الشعريه قلت لكم يعني لا تجون انه تشتغلون بالشعريه وتخافون كميه المي. ما نقدر نعطي مقياس دائما ثابت للمي بالشعريه. ليش؟ لان منتج عن منتج يختلف، اكو شعريه شويه تكون سميكه، اكو رفيعه. فضروري جدا شو نسوي احنا؟ نجي هنا على الشعريه نخليها المي اللي نريده ايش قد ما نريد، وبعدين يكون عندنا حاضر مصفي وكاسه جواه ونصفي به الماء موجود عندنا من الشعريه وراح ينزل المي كله وتصفى. بس اهم شيء نسوي نذوقها يعني ناكلها او نضغطها بايدنا راح نشوفها صارت مثل ما نريد. نضيف الشعريه ويا البازاليا ويا الشعريه عفوا. وهنا نضيف اكثر شيء يحبه المخرج الكشمش. انا قلت لكم مش قد ما يعجبنا ما ينخلي اعتيادي بعدين راح نصفيها، فما نخاف من هذا الموضوع نهائيا. يعني ممكن انه تعجن، لا ما راح تعجن عندنا ابدا. جزر عندي مسلوق وجاهز طبعا. قد ما تخلوه ما يخلوه، لا تخافوا منه نهائيا. ليش؟ لان احنا عندنا بعد ما يكمل عندي المواد اللي موجوده ايش راح اسوي اني؟ راح اجي اشيلها بالمصفي ويكون على راحتي، خل احاول التمن هنا يتهدر براحته. وتجيب هنا الشعريه هم نعوفها. ليش؟ لان المي اللي عندي ممكن اذا ظل يفور عندي راح يكون عندي الشعريه مستويه زايد، فاظل وياها دائما لحد ما تستوي بالشكل الصحيح. هذا الشكل. نعطيها شويه فلفل اسود، انا اتعمد اخليه ويا المي على مود بالفوره مال المي راح يبدي ينطي نفسه. ونخلي ملحم، اكيد الارقام تظهر اسفل الشاشه عندكم، يحب يخابر ونسولف عن اي موضوع يريد. بالشكل هذا. نعم قلت لكم ما ننتظره ينشف، شو نسوي؟ كل شويه نشيل حبه من الشعريه ونشوفها. شوفوا هنا نشوفها بعدها تتكسر بايدي اذا بعدها ما مستويه.
هنا الدجاج اللي عندي دجاج مسلوق كامل، شوفوه دجاج، شوفوا شلون الدجاج عندي سالقه ومكمله، بس راح نقلي وشويه خال وياه من الصوص او التشريب مالته. ماهر شلونك؟ هلو، السلام عليكم. الف هلا ماهر، شخبارك؟ شلونك؟ شيخ شلون صحتك؟ عيني الله يحفظك. الله يرضى عليك يا طيب. متابعين الي الشرف يا ماهر. الله يحفظك. على راسي ابويا، على راسي، اشرف بمتابعتكم. عيوني انت دون زحمه شيخ، بس سؤال عن الدولمه الحامضه. اي مجنون منك. اي اي والله يا ريت نوصل. تؤمر امر بعيوني، تؤمر ممنون. قلبي ممنون انت حبيبي. اول شيء يعني الدولمه أنا راح أرجع أسويها بالأيام القادمة، هم نعيد لكم إياها. دائماً أنا الدولمة ما أحبها حامضة عكسكم، أكو ناس وايد يحبوها حامضة، أنا أحبها اعتيادية، تكون الحموضة اعتيادية مثل ما تسويها بالبيت أم رامس، أو أمي سابقاً كانت تسوي لي إياها، بس أمي شوية تسويها حامضة، أم رامس تعلمت إنه ما أحبها. فإيش أريد منك؟ أول شيء دائماً حاول تقطع اللحم مكعبات بإيدك، أو إذا كان مثلوم الثرمة خشن شوية ويالية، وخلي قطع لي شرايح جوه ويا الضلوع. الخلطه اللي راح تكون عندك ممكن تخلي البصل وطماطه وشويه معدنوس وبهارات مالتها، ناس تضيف لها سماق، ناس ما تضيف، اكو ناس تضيف لها شبنت وناس هم ما تحب الشبنت. هاي كلها وان شاء الله بالايام القادمه اعيد لك اياها وتؤمر امر. دائما افضل اني انه المقادير اللي اعطيها ما راح يفرق شيء عندك، لكن اني اريد اسوي لكم اياها بالجو ونسويها سوا، راح تكون اطيب اكيد. شوف هنا، نشوف الشعرية بدأت تستوي شوية. ليش أقول لكم لا تفارقوها؟ من نشوف المي بدأ يقلب لونه ويكون بهيج مادة نشوية، إذن يعني بدأت تستوي وبدأت تنطي نفسها. هنا نجي نصفي، وين عندي مصفي هنا وجوانجانا، فراح ادير المواد اللي سويتها كلها هنا. ايش راح اسوي؟ اكيد المي موجود، ارفعها شويه وافرغ المي وارجع هنا اقعدها بهالشكل هذا وشويه، ثواني عفوا، شويه نقلبها. شوفوا عمود المي والبخار، البخار لو بقى يعجن عندي، خليها تعجن الشعرية. بالتأكيد شكرنا وامتنانا للحلول الخشبية على المطبخ اللي سوونا اياه، وشكرنا وامتنانا للمطعم تاكل لرعاية البرنامج الخاص بيه. أكيد يوميا نشكرهم على تعبهم ويانا. نرجع هنا، شوفوا اطلع البخار، ما اريد البخار يظل، لو ظل البخار هنا راح يرجع يستمر انه يستوها الي. والمي هم انزله. ايش راح نسوي هنا؟ خليها قاعدها عدل. راح اضيف الجزر هنا، راح اضيفهم، اسف يعني. شلونك يا نور؟ يا بلا زعم، اريد مقادير مال هاي الاكله البرياني نسويها. اي مو بعيني، تؤمر امر ابويا انت. الله يرضى عليك. تؤمر على راسي منك. تؤمر ابويا نور. الله حبيبي مشكور. اريد بعد تحددين على شغلات مال الحلويات ليوم كامل. اي بعيني، مو تدلل. تؤمر امر، تؤمر امر يا نور، قلبي انت. هنا شوفوا شلون صار عندنا. شباب ناخذ المقادير مره لاخ بعد اذنكم. الشباب طلبوها بالاتصال. اوكي هاي يعني طلعتها، انا ما منتبه عليك. حلو، عاشت ايدك. هاي صار جاهزه. ها
ماينتين، خلي انظف التخت هم لهنا. ننظف الكاسه مالتنا ونجي نسوي هنا الجرجير اللي عندنا. انا قلت لكم شويه ما احب اذب العيدان مالته كل مره. نجي نخلي البصل بالشكل هذا، هذا صار عندنا البصل جاهز. سنحولها بكاسة أكبر، بس مجرد أريد أجمعهم هسه. شباب ناخذ مقادير سلطة الجرجير بعد إذنكم. راح يكون عندي الجرجير 3 باقه وطماطه كرزيه 10 بصل 1 خل بل سمك او خل اسود براحتكم. زيت الزيتون راح يكون عندي، وراح يكون عندي عصير ليمون اكيد، والمواد اللي راح تكون وياي هنا الملح والفلفل الاسود. هنا الطماطه اللي عندنا الكرزيه أنا أحبها لأن طعمها يصير شوية حامض حلو. أكيد إحنا بانتظار اتصالاتكم. بعد قليل تظهر الأرقام أسفل الشاشة الظاهرة وما شايفها أني. هنا نبدي نقطعها يعني بالنص نسويها. دائما انا بالسلطات احب استخدمها، قلت لكم يعني طعمها ما يكون بس حامض، حامض حلو يكون كلش طيب. كل مكان تنزلها، حتى بالعراق بدأت تنزل على الطماطم الكرزية، بس احنا شوية اكو الوان ما موجودة عندنا، اكو عدة الوان موجود بها البرتقالي وبها الاخضر وبها الاصفر وبها الاحمر المائل للسواد كأنه سودة عبالك. هنا هاي الإضافة راح تكون حسب ذوقكم أنتو، إن إضافتي راح شلون ما يعجبكم أنتو تسوون. هنا نضيف جبن حلوم، هذا جبن الحلوم موجود طبعا. ام رقيه من الناصريه، شلونك يا ام رقيه؟
الو اهلا يا ام رقيه شلونك؟ الو السلام عليكم. اهلا يا ام رقيه شلونك ابويا ايش اخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك. شلون صحتك؟ الله يرضى عليك. اهلنا بالناصريه شلونهم؟ الحمد لله الله يسلمك. الحمد لله والشكر. على هالأكلات. الله يرضى عليك اختي، الله يرضى عليك ابويا. عمريني. شلون تطلب منكم طلب؟ نعم. احنا يعني اللي صاير المراره، الاكل دائما يضرهم، يعني ما نعرف الاكل اللي ناكله دائما يضرنا. ايش بيه شنو؟ المراره، المراره تجد تطبخين اصلا؟ اصلا انا اصلا ما اكل، يعني اكل الاشياء اللي تسلق، الاشياء اللي اشويها شرب، انا ما اكل بها الدهن دائما يعني. زين، هو دائما احنا عندنا موضوع المراره موجود، نوبات موجود بالسمك بسبب القص مالته، انه تكون مراره يعني شلون نقول احنا نقول تنفقي من تنفتح، ونوبات الكبده موجود بها الموضوع، ونوبات كثره التوابل تسوي مراره. لا العفو شيف انت فهمتني خطا، يعني احنا اللي رافعين المراره، الناس اللي رافعه المراره دائما الاكل يضرها يعني. ها 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 عفوا ما افتهمت السؤال، يعني الصوت شويه مو واضح. اوكي، انا بالايام الجايه ان شاء الله كل سبت خصصته النوع من الناس المحتاجه له. انا ثبتت يعني الاسبوع الراح سوينا على السكر، الاسبوع الجاي اكيد راح اسوي على الكبد وعلى هالمواضيع، بعدها القلب، هوايه مواضيع ممكن نستفاد منها راح احكي لكم عليها وتامرون امر. شكرا بعيوني شرفتي. اكلات ما نقدر ناكلها خادم تامرين تامرين اختي مرقيه تامرين ابويا انت، ما يكون خاطرك الا طيب. نا شوفوا التمن شلون حلو صار عندنا. التمن ما احب بهاراته واشوفه حتى لونه يصير هيك هذا اللون الصحراوي، مو اللون الطوخ اللي كل شيء ما راح نفتهم منه. هاي ضروري جدا انه البهارات ما تكون هوايه، انا احب هيك اشتغله. ان شاء الله قلت انه من الايام القادمه كل سبت راح نبدي نسوي يوم المرض معين، والله يشافيكم يا رب العالمين، ان شاء الله ما تشوفون شر ودائما ان شاء الله صحه وعافيه. فلفل اسود شويه. شويه خلبل سمك وحامض، انا خالي ويا الحامض شويه. هاي يلا كله. الملح دير بالكم انه مو هو اللي نعدي جبن حلوم. هو مالح اصلا. وزيت الزيتون. زيت الزيتون اذا كان بكر ومعصور على البارد لا تخافون منه ابد، وكثروا منه حقيقه، يعني كثروا منه نهائيا لا تخافون. مو هذا زيت الزيتون، هذا لا، هذا هواي مال التقلاط. زيت الزيتون بكر وعصره اولى معصور على البارد درجه حراره 38 ممكن جدا انه كل حتى يعني تاخذون خاشوقه على الريق، كلش مفيد وما بي اي مضار، ودائما احرصوا انه بكل وجباتكم يكون بيها زيت الزيتون. ام باسم شلونك ابويا؟ شلون صحتك؟ الله يرضى عليك، الله يسلمك. الله يخليك ابويا، شلون صحتك؟ يخليك يا ابا، والله أسأل عليك، الحمد لله على سلامتكم. الله يرضى عليك أمي أنت. الله يرضى عليك يا أمريني. لا يمر عليك، والله أنا كنت أجيك هناك ما خلوني أشوفك بشكل كثير. أها إن شاء الله أشرف بيك، أشرف بيك أبويا. أشرف بيك، الله يخليك أبويا أنت. الله يخليك، أشكرك، والله كلش حلو البرنامج. شكرا لك، شكرا لك، شرف إلي. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يرضى عليك يا ربي. الله يرضى عليك، ان شاء الله اجي الموصل اتشرف بيك وكل اهلنا بالموصل. ان شاء الله دائما نقول ان شاء الله ترجع الموصل قبلة العراق السياحيه ان شاء الله. عيني انا يعني مطلقه وما عندي راتب مره هاي. تؤمرين تؤمرين اتصلي وما لحقت يعني. بعيني انا ان شاء الله اخلي يعني هذا البرنامج عندنا الرشيد والناس ويا زميلي ياسر، هاي المواضيع كلها تكون يمه
وان شاء الله ما يقصر وياك، موجود عنده صفحه على الفيسبوك بيج يعني تشوفيه تفوتي له وما يقصر وياك اكيد. تحياتي لك والكل اهلنا بالموسم. طبعاً هنا المعاناة المستمرة اللي عندنا اللي هي من نقل الدجاج، وسبق وان قلت لكم يعني هاي الزيت اللي يطير منه قبل بالعين لا يمنى لا يسرى، وجه ايش كبرى المطبخ ايش كبرى. نجيب شطل خاشوق هنا هنا، خلينا شوية جوز، خلينا جبن حلوم، يعني إضافات هاي من عندي، حبيتوا تضيفوها براحتكم، ما حبيتوا هم براحتكم، اعتيادي جدا. هنا راح تكون عندنا وجبة متكاملة جدا من كل الجوانب، من جرجير وبصل وعندنا خل وعندنا زيت زيتون وعندنا طماطة والجوز والجبن، كل هالمواد راح تكون جدا مفيدة لنا. ناخذ نمسح أطرافها. عفوا ما اخليها خيلها اخير شي شويه، رشه فلفل اسود على الوجه ما بالاطرافها، وهاي صارت جاهزه. نشيل هاي التخته والسكينه ونجيب التخته الثانيه. نغسل السكينة مالتنا هم، ننظف الميز، نجيب الدجاجة اللي مسلوقة عندنا. أحب الدجاج السلق بدون أي مواد مضافة غير نومي بصرة وبصل، حتى بهارات ماكو. هسه شو نسوي؟ نجيب الدرع مالتنا نحضره رأسا، راح يصير هنا موضوع زيت حار، خليها نقبغها ونخليها تتقلب براحتها. نشوف التمن هم صار جاهز عندنا ويخبل، وصحراوي يحب هذا اللون. نحضر هاي النص دجاجة ونجيب النص الثاني هنا هم نقطعها. قلت لكم أحب أسلقها الدجاج يعني بس أضيف لها شوية مثلا ممكن ثوم وبصل ونومي بصرة بس بدون أي بهارات، راح تكون خام طيبة. نرجع ناخذ المقادير من جديد شباب بعد اذنكم.
شوف الدجاجة ايش اخبارها. نقلبها. خلي نمسح الميز اللي عندنا. دائما نوصيكم بالنظافة. واريد يمكن يعني الاسبوع القادم وصلتني طلبات على موضوع بدينا بالسكر وقلنا اكو تأثير عندنا السكر. دائما قلنا اهل السكر عندهم تشحم على الكبد، فراح نبدي بموضوع الكبد والوقاية منه وشنو المواضيع اللي تفيده عفوا وشنو المواضيع اللي تكون مضرة بيه. شوف وسام من بغداد، شلونك يا وسام؟ اخوي ابو راموس الغالي، شلون اخبارك؟ سلام صحتك. الله يرضى عليك يا طيب حبيبي انت. انا موالك عم تنورت تبدع مهج. الله يرضى عليك حبيبي، ممنون ممنون يا وسام. شلون صحتك اخبارك؟ فدول عينك فدول عينك اخويا. حاب اسلم عليك انا والله. الي الشرف الي الشرف سلامك يا وسام حبيبي حبيبي انت. حبيبي قلبي قلبي نورني يا ورده، ممنون حبيب قلبي. اوكي يلا نعيدها البهارات الشاورما، نعيد تخميرة الشاورما هم اللي انطلبت. شلونك يا امل؟ الو شلونك علي غفار؟ شلون اخبارك؟ الله يسلمك الله يعافيك. الله يرضى عليك على كل الاكل اللي تسويه. شكرا لك شكرا لك. والله روعه روعه، واحنا هوايه اشياء نتعلمها من عندك. الي الشرف. انتكم نتعلمها من عندك. الي الشرف الي الشرف انه تتعلمون اي شيء، وانا هم اتعلم من عندكم كل شيء ان شاء الله. وعسى ايدك على هذا التمر اللي تسويه. شكرا لك شكرا لك. انت يعني تطبقه بس شلون عبالك؟ هو ضروري دائما اعرف يخرب اي معاني التمن، اخلي فوقها دائما تقريبا سنتيم او جوه السنتيم مي، واختار نوعيه زينه. وسابقا قلت لكم النوعيه اللي استخدمها انا شنو، هاي النوعيات دائما تكون بامان عندكم وحمسوه شويه وما لكم علاقه. اقول لك شلون هاي يعني سنتيم يعني ارفض من جوا يعني بالقعر؟ لا لا بالضبط، مو تخلي فوق التمن وين مستوى التمن صار عندنا، نخلي فوقه اقل من السنتيم مي، ونخلي ممكن راسا تخلي له تشيس وتنصين النار، وممكن اول شيء النار عاليه وبس ينشف المي شويه تنصيه، كلها اعتيادي. بس الافضل الك نصي النار كلش وخلي تشيس على الوجه فوق المي وعوفيه يستوي مثل ما تريدين. والله شكرا طبعا اني كلش معجبه ببرنامجك. انا لي الشرف انه تكونوا معجبين. طبعا انت احسن شيء بتطلعك التلفزيون كلهم. اكيد نمبر 1 اكيد. شكرا لك شكرا لك، تحياتي لك وكلامك الطيب. شكرا لك ابويا انت، ممنون ممنون. خلي نقلب التمن. اول شيء خلينا نشوف الدجاج. الدجاج هاي المواضيع حقيقة قلت لكم اكو شيء بالاكل اسمه ذاكرة الانف، مو بالاكل بكل شيء، كل مكان ريحة المطر ريحة الحائط ريحة هذا كلها تذكر هذه الريحة، وهذا يذكرنا ببيتنا. الله يطول بعمر امي يطول بعمر امهاتكم ويرحم الاموات منهم يا رب. هاي اللمة دائما كانت هيك عندنا، فيكون عندنا الاكل التمن بهالشكل والدجاج مقلي. أم أنوار شلونك يا أم أنوار؟ السلام عليكم. شلون صحتك؟ الحمد
الله يرضى عليك. شو اخبارك؟ منك شغلك الثوميه ذاك اليوم ولا حدنا نصور. تؤمرين امر مقادير صلصه الثوم يا شباب. موجودة عندنا ويا الشباب. اي يعني يا ريت لو البرنامج من تطلع بي المقادير. اريد يعني تعيديها مرة ثانية قبل ما ننتهي. بعيوني تؤمرين امر غالي والطلب رخيص تؤمرين. العفو العفو. على راسي ابويا على راسي. شباب ناخذ مقادير كريمة الثوم. شوفي عندنا مي ونشا، المي واحد النشا يكون نص، اذا يعني واحد في اثنين نخليه. الزيت والثوم والبوتيتا والخل وعصير الحامض وملح رشة. ناش عدنا ايش عدنا؟ النشا والمي، تخلين المي والنشا تخبطيهم وتخليهم بالطاوة. لما جيتي بالطاوة انتي سويتهم صاروا شلون الجلاتين، تعوفيهم يبردون يعني حتى لو ليلة كاملة. ثاني يوم شو تسوين؟ تخلين المي مثلا، تخلين عصير الحامض وتخلين الثوم ينضرب بالخلاط لحد ما ينهرس، بعدين تفلسين هذا اللي صار مثل الجيلاتين عليه، ونضيف البوتيتا شويه شويه وبعدين الزيت على كيفنا، راح يكون عندنا صلصه ثوم تجنن. وشونك يا سجاد؟ السلام عليكم. الف هلا. شلون اخبارك عمري انت؟ شو اخبارك؟ بس جيت اسالك على الوصفات مال بريان مال خبر شحن. شنو هي ابويا؟ الوصفات اريدها. الوصفة مال البرياني. البرياني اي تؤمر السعيدك اياها بعيوني. بعيوني يا ابويا تؤمر. شوي نخليه بإيدنا. هاي زيد له شوية كشمش للمخرج كلش يحبه. هو طبعا بإيدي صبيته أني. خلي بساط أحمد اليوم لا اتكيت ولا برستيج، وكان ورانا يعني ضروري جدا إنه دائما هالأكلات ناكلها بإيدنا إحنا. نقلب الدجاج اللي عندنا، خلي هذا الوجه يستوي. اوكي خلي اوكي اخذنا مقادير. نعيد مقادير الشاورما والبرياني بعد اذنكم، مثل ما كلش يطلبوها البرياني وتوابل الشاورما. توابل الشاورما كذلك هم على مود يلحقون يكتبوها. ام حيدر شلونك؟ السلام عليكم. الف هلا يا ام حيدر شو اخبارك؟ شلونك؟ الله يوفقك كيف؟ الله يعزك. الله يعزك. ام حيدر شلونك كيف؟ اتشرف اتشرف بيك ابويا. شلونك وشلون اهلنا بالناصريه؟ اتشرف امي الله يوفقك. الحمد لله نعمة بخير. الحمد لله والشكر. امريني. مو امر علي طبعا معجبه باكلاتك. الي الشرف. يعني كل ثانيه تمسح بالكلينك وهايفك. على راسي على راسي ابويا. وحابه اريد منك فطائر. نسوي الفطائر بعيني تؤمرين امر. نسوي الفطائر والمعجنات على الاسبوع القادم خادم وممنون. تؤمرين يا اختي. الله يوفقك ان شاء الله. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك ابويا. عيني انت.
ما خلي يستوي زين بعدين نصبه. ها ما تيدها مستوية كل صار يلا. ها تحياتنا لاخواننا بالبث شرفونا في اليوم. ام عمر شلونك يا ام عمر؟ شلونك يا ابويا شخبارك؟ الله يخليك الله يرضى عليك عيني انت. شكرا لك شكرا لك ابويا شكرا لك عيني انت شكرا لك ابويا. احنا من المتابعين يوميا لازم نشوفك. الي الشرف نقدر اذا ما نشوف الاكلات الطيبه. الي الشرف شكرا لك يا ام عمر عيني يعطيك على الرتابه هاي وعلى النظافه. شكرا ابويا ممنون منك شرف الي متابعتكم والله. الله يخليك والله الله يخليك يا ام عمر شكرا لك ابويا. امريني حبيت بس طريقتك انت تبكي الباذنجان او مرقه الباذنجان بطريقتك. تامرين تأمرين على عيني وراسي. والبسبوسة إذا تسوي حلويات يعني هم خادم ومنون الأسبوع القادم حلويات وبسبوسة بعيوني. أنا خبرتك برمضان بس طلبت منك بس الظاهر هواية يعني طلبات. لا تأمرين تأمرين أمر غالية وطلب رخيص يا أم عمر. تسلمي ما يا أم عيني يا ربي عيني على راسي أبويا. أول شيء خلنا نشرح على السريع وباكر راح نسوي التبسي. أنا شوية تبسي ما تفعل بي بس باكر نسويه. التبسي تجين تقلين الباذنجان يستوي كامل لا ربع ولا نص ولا يتقشر نهائيا. بوتيتا بصل فلفل طماطه هاي كلهم تقلوا ما عدا الطماطه. قليتيهم اعتيادي صفطتيهم بالجدر. اول شيء على صفحه معجون وشويه فلفل اسود وياه شويه ماجي غير ذني لا تخلين. اوكي اذا حبيتي او شيلي الماجي خليتي الملح. خلي الملح بمكانه. حمستيهم ديري له مي وراها ديري له شويه شكر. حامض على حلا شويه يصير يعني هذا كطريقه قديمه وانا بغاد القدماء. وراها جيتي تقشين الشخره مع المعجون اللي تطلع على صفحه تديرين كل المواد اللي سويتيها سائله من معجون ومي وهالمواد وذاك مي لحم او مي دجاج اعتيادي. تديري فوق الجدر الموجود عندنا وراها شو تسوين؟ اما تقبغين يا اما السلفلين الوجه عمود الطماطه تستوي لان هي اخر شيء وتعوفي نار كلش هاديه لمده ساعه ونص راح تاخذين اطيب تبسي وباكر ان شاء الله لعيونك نسوي التبسي. ختاما اكيد شكري وامتناني لكرم متابعتكم شكري وامتناني للفريق العمل الموجود. يا انتظروني غدا انا الشيف عرفان بما الله.